وأوقدوا هذين المصباحين وخلا لكم ذم ما لم تجردوا وحملا كل امرئ منكم مجهوده وخفف عن الجهل رب رحيم وإمام عليم ودين قويم. أنا بالأمس صاحبكم واليوم عبرة لكم وغدا مفارقكم، إن ثبتت الوطاة في هذه المنزلة فذاك المراد، وأن يضحض القدم فإنا كنا أوفياء وأقصان. وذري الرياح وتحت ظل غمامة اضمحل في الجو متلفقها وعفا في الأرض مقطها، وإنما كنت جارا جاوركم بدني أياما، وستعقبون مني جثة خلا ساكنة وكاظمة بعد نطق ليعطفكم هدوي وخفوت صوتي وسكون أطرافي أوعظ لكم من الناطق البليغ، ودعتكم وداع مرصد للتلاق. غدا ترون أيامي ويكشف الله عن سرائري، وتعرفون بعد خلو مكاني وقيام غيري مقامي، فإن أبقى فأنا ولي دمي، وإن أفنى فالفناء ميعادي. العفو لي قربى ولكم حسنة، فاعفوا واصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فيا لها حسرة على كل ذي غفلة، إن يكن عمره عليه حجة أو توديه إلى النار شقواه. جعلنا الله وإياكم ممن لا تقتصروا به عن طاعة الله رغبة، أو تحل به بعد الموت نقما، فإنما نحن له وبه. ثم أقبل علينا يوصينا وقال: يا حسن، ضربة مكان ضربة ولا تأثم. وجاء جماعة من اليهود واستأذنوا عليه في تلك الساعة، فأذنا لهم فدخلوا عليه وأسلموا على يديه، وأخبرهم عن كثير من الأحكام. ثم سئلوا عن سبب إسلامهم، قالوا: نعم، رأينا الساعة، المياه قد تكدرت والهواء قد سكن والجو قد سواد والبهائم قد صفت آذانها والسحاب قد أقبل على داره والطير قد رفرف على بيته، فعلمنا أنه وصي نبي وذلك مكتوب في التوراة. ثم قال أمير المؤمنين عليه السلام: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وخيرته اختاره لعلمه وارتضاه لخلقه، وإن الله باعث من في القبور وسائل الناس من أعمالهم عالمًا بما في الصدور. أوصيك يا حسن وكفى بك وصيا بما أوصاني به جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإذا كان ذلك يا بني فالزم بيتك وابكي على خطيئتك، ولا تكن الدنيا أكبر همك. وأوصيك بالصلاة عند وقتها والزكاة عند محلها والصمت عند الشبهة والاقتصاد في العطاء والعدل في الرضا والغضب وحسن الجوار وإكرام الضيف ورحمة المجهود وحب المساكين ومجالستهم والتواضع لهم، فإنه من أفضل العبادات، وقصر الأمل وذكر الموت والزهد في الدنيا، فإنك رهين موت
وغرض بلاء وطريح سقم. وأوصيك يا بني بخشية الله في سرك وعلانيتك، وإياك ومواطن التهمة والمجلس المضمون به السوء، فإن قرين السوء في جليسه. وكن لله يا بني ذاكرا ولنعمائه شاكرا وللبلاء صابرا وعن المنكر ناهيا وبالمعروف آمرا ودار الفاسق لدينك، وابغضه بقلبك وزائله بأعمالك لئلا تكون مثله. وإياك والجلوس في الطرقات ودع الممرات ومجارات من لا عقل له، وقد يا بني في مشيتك واقتصد في معيشتك والزم الصمت تسلم، وقدم لنفسك تغنم وتعلم الخير، وكن لله ذاكرا على كل حال، وارحم من أهلك الصغير ووقر الكبير، ولا تأكل طعاما حتى تتصدق منه قبل أكله، وعليك بالصوم فإنه زكاة البدن وجنة لأهله من النار، واحذر جليسك واجتنب عدوك، وعليك بمجالسة أهل الذكر، وأكثر من الدعاء وخالط الناس مخالطة، إن مت بكوا عليك وإن غبت عنهم اشتاقوا إليك، فإني إليك يا بني ناصحا، وهذا فراق بيني وبينك، وأوصيك وأوصيك بأخيك محمدا خيرا، فإنه ابن أبيك وأنت تعلم حبي له، وأما أخيك الحسين فلا أزيدك الوصات في حقه، والله خليفتي عليكم، وإياه أسأل أن يصلحكم وأن يكف البأس الطغاة البغاة عنكم، والصبر الصبر حتى ينزل الأمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال سلام الله عليه: يا حسن، إذا مت فغسلني وحنطني ببقية حنوط جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأمك فاطمة فإنه من كافور الجنة، جاء به جبرائيل يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ولا تغالي في كفني ثم ضعني على السرير، ولا يحمل أحد منكم مقدمه، فإذا رأيتم مقدمه قد ارتفع فارفعوا أنتم مؤخره، فإن الله عز وجل يأمر جبرائيل وميكائيل يرفعونه، فإذا وضع المقدم فضعوا أنتم مؤخره، فإنه موضع قبري. ثم تقدم يا حسن وصلي علي وكبر سبعا، واعلم أنه لا يجوز إلا علي ورجل يخرج في آخر الزمان اسمه القائم المهدي من ولد أخيك الحسين، ثم زحزح السرير واكشفوا التراب عن، فإنكم ترون لحدا محفورا وساجة منقورا، فإذا وضعتموني قبري وأشرجتموه فعد إلي النظر، فإنك لا تجدني، فإني ألحق بجدك يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم،
فاجتمعا به، فإنه ما من نبي يموت ولو كان بالمغرب ويموت وصيه بالمشرق إلا ويجمع الله بين روحيهما وجسديهما، ثم يفترقان كل واحد إلى تربته التي أعدت له. ثم قال: يا أبا محمد ويا أبا عبد الله، كأني بكما وقد خرجت عليكم الفتن من ها هنا وها هنا، فاصبرا حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. ثم قال سلام الله عليه: أما أنت يا أبا محمد ستقتل مسموما مضطهدا، وأما أنت يا أبا عبد الله فشهيد هذه الأمة.